وأنتم حفظتم لنا هويتنا العربية، وأنتم تراثنا الحي النابض، والنظر إليكم يعلمنا تاريخنا العظيم، وأنتم مصدر الخبرة والحكمة، ومنكم تعلمنا أسس العيش بكرامة ومحبة، فأسأله تعالى أن يطيل في أعماركم ويمتعكم بوافر الصحة. أيها الحفل الكريم، إن الصوم مدرسة عظيمة للإنسان المؤمن، فمن خلاله يحصل الإنسان التقوى ورضا الرب سبحانه وتعالى، ومن خلاله يتعلم الإنسان الصبر والأدب والأخلاق، ومن خلاله يشعر الصائم مع الفقراء والمساكين، ومن خلاله يتحكم الإنسان بشهواته ورغباته طائعاً لربه قائماً بواجبه، فكان حقاً على الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالقبول والمغفرة، فيا رب تقبل منا جميعاً. وأخيراً أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الليلة المميزة، وجعل الله هذا العمل في موازين حسناتهم، وأسأله تعالى أن يعيد علينا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة ونحن في أحسن حال. وبقرب عيد الفطر أتمنى لكم أيضا عيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كبير فينا، يوم كبير في علاقتنا المميزة، في محبتنا، في تأخينا، في مشاطرتنا لبعضنا البعض، هذه اللقمة المباركة في الإفطار بهذا الشهر الفضيل. إن الصوم كما ذكر أخي ليس عقاباً للإنسان ولا معاناة له من قبل الباري عز وجل، إنما هو تذليل للعقبات من الأنانية والانطواء ومن كل شيء يشوب النفس ويلهيها عن الآخر، عن محبته وعن عبادة الله تعالى عز وجل. في هذا اليوم إذ نجتمع لنأكل هذا الإفطار سوية، فإننا نقول نعم لأننا نعيش معا، ولأننا نريد أن نعيش معا بسلام وتأخي ومحبة. وهذا ما وجدته في عودتي إلى ترشيحة مع أخي وشريكي الشيخ إبراهيم، الذي منذ اليوم الأول اتصلنا ببعضنا البعض، وتمت التهنئة والتوافق في كافة المسيرات الخيرة لهذه البلدة. وسوف تحظى هذه البلدة أيضاً إن شاء الله في مسيرات طيبة نرتبها سوية كرجال دين، من أجل رخاء جميع السكان واطمئنانهم وأمانهم وعبادتهم وحياتهم الصالحة. اليوم قلت لك أخي الشيخ، أتفاجأ في هذا المستوى من التجويد الذي لم أسمعه منذ مدة في ترشيحة، فهنيئاً لترشيحة في هذه النقلة النوعية الطيبة الجميلة أيضاً في التجويد وفي الصلاة، وقد سمعت أيضاً الكلمات الطيبة. هنيئاً لجامع ترشيحة. شيخ إبراهيم سوف ترجع لترشيحة مجد هذا الجامع ومجد أهلها الذي نعتز بهم في هذه البلاد وفي المهجر، الله يخليك. أخيراً لا أريد أن أطيل، بل أقول لكم هنيئاً للجليل بأبناء الجليل، فإن أبناء الجليل جديرون أن يكونوا جليلين وجليليون، الله يخلينا إياكم، وكل عام وأنتم بخير. سنة الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إخواني رجال الدين المحترمين، رئيس بلدية معلول ترشيحة السيد شلومو بقبط، الأستاذ المحامي أيمن شناتي نائب رئيس البلدية، السادة والسيدات الذين بادروا وعملوا على إحياء هذا اللقاء بوجبة الإفطار الرمضانية، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، أنتم بالخير مساء جميعا. ذكر عن لسان الله تعالى في القرآن الكريم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تتحابوا. الأيام تجري والأسابيع تمر، وها نحن نعود ونلتقي في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الخير والبركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. الشهر الكريم، شهر الصيام، شهر المغفرة والغفران، وشهر التسامح والأخوة والتلاقي. فيه تتقارب القلوب وتزداد محبة وإلفة وإيمان. السنة الهجرية 12 شهراً، أحدها شهر رمضان الذي اختصه الله عز وجل من بين الشهور كلها، وفضله عليها شهر العبادة، شهر الصوم، التسامح والمغفرة، الأخوة والمحبة، التقرب إلى الله عز وجل. فضائله عظيمة وخيراته كثيرة. هذا الإفطار أصبح تقليدي في بلدنا الحبيب ترشيحة، ونحن بدورنا كبلدية نعتز ونتمسك بهذا التقليد الذي يشجع القيم الإنسانية وتوطيد العلاقات مع تعدد المعتقدات والأديان. إننا نؤكد أهمية التعايش المشترك بين الديانات، وأهمية دور البلدية ببناء جسر التواصل، التسامح والتآخي والمحبة بين الأديان وأبناء المجتمع الواحد. اسمحوا لي أن أعلمكم أن إدارة البلدية قامت بمشاريع لطالما انتظرناها نحو حل المشاكل المستعصية والمثيرة للجدل في شتى مجالات الحياة، وإنجاز المشاريع والتخطيط لإطلاق مشاريع أخرى مستقبلية، وكل ذلك لتبقى ترشيحة بلدنا الحبيبة الأبية عروس الجليل وكرسي الجبل. لا شاكم بعيد الفطر السعيد، متمنيا لكم ولعائلاتكم أعيادا مفعمة بالخير والمحبة، راجيا من المولى عز وجل أن ترفرف أجنحة السلام على ربوع بلادنا. وفي الختام أود أن أشكركم على مشاركتكم، كما وأشكر كل من كان له دور في إنجاح هذا الإفطار. كل عام وأنتم بخير. الشيتوف بين معلوت الترشيخة זה לא דבר מובן מאליו. זה דבר שאנחנו עובדים עליו הרבה מאוד שנים, וזה דבר שכתוב גם בתורה, גם בקוראן, גם בברית החדשה, ואהבת לרעך כמוך, ואחדות וביחד. לשמחתי בשלושת הספרים כתוב למה בן אדם צריך להיות טוב, אבל לצערי הרב לא תמיד האנשים, בני אדם, עושים מה שכתוב. אבל התפקיד שלנו, אנחנו אנשי הציבור, אנשי הדת, להזכיר לכל אחד כמה חשוב להיות בן אדם. אנחנו חיים באזור גליל המערבי, והכומר דיבר על הגליל, זה גליל וגליל וגליל, נכון? והגליל, אני אומר לכם, אצלנו באזור, אחד האזורים היפים בארץ, ואחד האזורים שאנשים חיים ביחד, יהודים וערבים. וכל מי שבא אליי, הוא פשוט נדהם. לצערנו הרב, בתל אביב, במקומות אחרים, לא יודעים כמה שאנחנו חיים ביחד. כמו שאמר סגן ראש העיר, מר איימן, אנחנו גאים בעשייה שאנחנו עושים בעיר, באמת עשייה בכל הנושאים. חשוב הנושא של החינוך, חשוב הקהילה, חשוב ביחד, נוצרים, מוסלמים, יהודים, עולים, דתיים, ותיקים. זאת הדוגמה של מעלות משיכה. אני, מה שנשאר לי,
באמת לברך אתכם, למוסלמים, כל עם ותומכם.